باسم الشعب الكويتي، أصدرت محكمة الجنايات الكويتية حكمها بالسجن المؤبد على الإخواني حاكم عبيسان المطيري في القضية المعروفة إعلاميا باسم تسريبات القذافي. الحكم القضائي والتاريخي ليس نهائيا، فلا يزال بإمكان المطيري المدان أن يستأنفه أمام القضاء، ولكن هل يستطيع استئنافه أمام الله والتاريخ؟ فالتسجيلات التي تسربت إلى الإعلام في عام 2020 تضمنت مقطعاً مسجلاً للإخواني المطيري وهو يطلب دعماً مالياً من القذافي من أجل بث القلاقل والاضطرابات في الكويت، عارضاً عليه مشروعاً إعلامياً لزعزعة استقرار المنطقة عبر بث الفوضى في أحد أكثر البلدان أمناً ورخاءً اقتصادياً في المنطقة والعالم. القناة الفضائية الصحيفة اليومية، وهذه تتجاوز قدرات الحزب الذاتية، ولهذا حاولنا نجمع تبرعات من بعض رجال الأعمال وتعاطف بعضهم، لكنه لأنه حزب سياسي وأول حزب وحزب ثوري مثل ما يسمونه، يريد حكومات منتخبة، يخافون من الدعم المباشر أو الدعم القوي لمثل هذه الوسائل. التسجيلات أظهرت المطيري وهو يستجدي القذافي لدعم حزبه السياسي الثوري بحسب قوله، الذي لم يجرؤ المتأخونون على دعمه مباشرة في ذلك الوقت. بلا شك الحزب في حاجة دعم ومساندة ومؤازرة. حاضر، يعني احنا جاهزين لا يحيق المكر السيء إلا بأهله، قال الله جل وعلا: والغادر مخذول، قالت العرب. وقد أحق بالمطيري سوء مكره وغدره بوطنه، فحكم على نفسه بسوء العاقبة. فقد يستأنف حاكم المطيري الحكم ويبرئه القضاء الكويتي أو يخففه، ولكن وبعد أن انتشرت خيانة المطيري على وسائل التواصل الاجتماعي، هل يستطيع أن يسالف على حكم التاريخ تجاه خيانته؟ ماذا سيقول لأبنائه وأحفاده وحين يلقى الله؟